السلام عليكم ورحمة الله، معكم إيمان مستعد ورجعت لكم في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى من الله أنه يلقاكم وانتم بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا البنات وكيف ما وعدتكم عمل جديد، موعد جديد وموديلات جديدة بحول الله تعالى. كيف ما كتشوفوا اليوم جبت لكم هذا القفطان الغزال غزال غزال كيحمق البنات. جبت لكم تشوفوا الشكل كيفاش جا، ها هو بعد ما يعني تخيط وجد. غنشوفوا كاع التفاصيل ان شاء الله كيفاش خدمتو، نشارك معكم جميع مراحل العمل ان شاء الله كيف العاده وكيف ما تعودتوا مني. خليوا لي لايكاتكم، خليوا لي لي كومونتير، غنتلاقاو من دابا شويه باش نشوفوا طريقه العمل. فرجه ممتعه. اول حاجه البنات، بالنسبه للبنات اللي متابعيني في القناه، كنت شرت لهم باللي غيكون جديد ان شاء الله، وضمن هذا الجديد اللي غيكون في القناه هو الظهور ديالي بوجهي ان شاء الله صوت وصوره. فانا حبيت نعرف التطلعات ديالكم، حبيت نعرف الراي ديالكم. الا كنتو بصح نيت بغيتو ايمان مستعد تولي تقدم لكم صوت وصوره، خليوها لي في لي كومونتير لتحت، اولا خليو لي فقط بجيم باش نعرف. كيف ما كتشوفوا الان الهاتف ديالي كيظهر، والانستغرام بالنسبه للناس اللي بغاو يتواصلوا معايا. ندوزوا الان لمراحل العمل ان شاء الله ديال القفطان. اول حاجه طرز، من طبيعه الحال جاوني في لي كومونتير البنات بغاو يتعلموا الطرز وكيقولوا لي عفاك باش نبداو معاهم الدروس من الاول، يعني بالنسبه للمبتدئات في الطرز الرباطي. ما غاديش نساكم انا، اي كومونتير تحط عندي البنات في القناه فكناخذو بعين الاعتبار. كوني هانيه، اما غنجاوبك وندير لك ريبون ديك الساعه اولا من بعد، اولا غندير لك قليب. ومني غندير لك قليب عرفي باللي راني قريت لك الكومونتير ديالك ودرتو بعين الاعتبار. يعني كوني هانيه ان شاء الله. اي حاجه كتطلبوها مني فانا كندير جهدي على انني يعني نلبيها لكم في القناه. جاتني طلبات على نتعمق مع البنات في الفصاله، وجاتني الطرز الرباطي بالماكينه. فان شاء الله الرحمن الرحيم غادي كنوعدكم غادي يكونوا دروس للمبتدئات في هذا الشيء كامل. كيف ما قلت لكم علاش نزلت دابا الصوره ديال الهاتف والانستغرام، ولو ان ملي كتكون الشاشه كيدوز فيها النمره ديالي والبنات اللي بغاو يتواصلوا معايا، ولكن دائما كنلقى في لي كومونتير بعض المرات عفاك النمره ديالك، عفاك النمره ديالك، ما عرفتش واش ما كتردوش ليها البال. هذا علاش تعمدت انني نخلي لكم الهاتف والانستغرام مصور باش تاخذوه على خاطركم. كيف ما كتشوفوا البنات، نرجعوا للموديل. هذا الموديل جا غزال بالنسبه للشابات، وهذا الموديل كيف ما شفتوا كيف ما سبق لي وريتكم في القفطان اللي سبق لي ونزلته في اخر درس على القناه، سبق لي ونزلته من دابا واحد 3 ايام. قلت لكم باللي راني كنخدم هاد الايام في قفيطنات فقط، ما غيكونش داخل فيهم المعلم غير بالتنبات، وهادو ضمن وحدين منهم. كيف ما كتشوفوا راه غير طرز تنبات وغيتجمع بالتنبات، وهاد الجمعه هذه اللي درت في هاد القفطان اولا هاد الطريقه باش درت المونتاج لهاد القفطان بالعقيق جا رائع. باش ما نطولش عليكم في الحلقه ديال اليوم، الحلقه المقبله ان شاء الله غنشوفوا التفصيل ديال هذيك المونتاج العقيق. انا دائما كندير معكم كل ما هو جديد، ان شاء الله الحلقه المقبله غنشوفوا طريقه جديده كتعوضي به العقاد والصفيفه. جا رائع بزاف بزاف هذا القفطان، ردوا ليه البال منين يسالي الفيديو، ردوا البال للقفطان كيفاش راه مونطي من القدام غزال. انا عجبني بزاف لان شي حاجه جديده ومتميزه. خليكم البنات مع تتمه ديال الطرز ونتلاقاو باش نشوفوا اللوينات اللي دخلت في القفطان
ونشوفوا الأحجار اللي دخلت، وبالنسبة للمبتدئات نشوفوا طريقة العمل للتندات. فرجة ممتعة البنات. بعد ما شفنا البنات مقتطف من الطرز باش طرز القفطان، هذا هو الشكل النهائي. انا دائما كنتعمد انني نكادري بالطرز والوسط يبقى كله التنبات، هكا باش كتكون جماليه في القفاطين اللي كنخدم معاكم. بالنسبه للاحجار اللي خدمت بهم البنات، اول حاجه بديت بهاد الحجيرات هادو كيف ما كتشوفوا كبابرين شويه، خدمتهم وسط من الوريضه الكبيره. دائما الحاجه الكبيره كنديرو وسط منها شي حاجه كبيره، ودائما كنفضل الحجر الصغير انا قليل ما فاش مني كندخل الحجيرات الكبارين. بالنسبه للمهرس ماتسونو كيف ما كتشوفوا، دخلت هاد الالوان اللي هما طوندونس. الا شفتي الخضيدر ما غاديش تقولي انه غيجي مع الغوز، شوفوا. وهاد لو جون سيترون تا هو، ولكن في الميلونج ديالهم جاو روعه البنات. دائما ردوا البال في المزيج ديالكم ديال الالوان، لان المزج ديال الالوان كيعطي واحد اللوحه فنيه كتجي غزاله كيف ما غتشوفوا معايا في هذا القفطان. استعملت اصغر طايه الموزونه هنا، ها نتوما البنات، خديتها في اللون المهرس، يعني كل مهرس خدمت به الا ودرت له الموزونه ديالو. هنايا صغيوره بهذا الخضر هذا، وهاد السيترون هذا خديت ليه موزونه كبر من هذيك بواحد شويه، ولهاد الغوز حتى هو خديت له الموزونه. حنا نشوفوها مع بعضنا. هنا حجيرات صغيورين، وهادو الحجيرات الكبارين. هذه الموزونه في الذهبي، وسبق لي وشاركت معكم الباكيه اللي كنستعمل في الموزونه اللي كتبقى على اصلها وكتبقى لابغيونس فيها غزاله، ويعني واخا كتصلح واخا المصبانه واخا اي حاجه فكتبقى كيف النهار الاول، يعني صراحه رائعه. حتى داك لابغيونس ديالها كيضر في العين. هذه كبيبره، وهذا هو التصغير ديال داك الغوص، ما كيبانش مزيان، وانما هو داك الغوز اللي خديت له المهرس ديالو. يعني كل مهرس درت له الموزونه ديالها ديالو، ودرت الاحجار البيرس اوزا هما باش خدمت. هذا هما الاشياء ولا العقيق اللي خدمت به. كاين مزيج في الالوان، كاينه جرأة في الالوان، ولكن النتيجه كانت رائعه. وكنصحكم وانكم تشوفوا الشكل النهائي في المانكان، غيكون في هذه الايام ان شاء الله غدا نقدمو على القناه. ف بقاو متابعات وفيات ليا باش تشوفوا الاعمال اللي كنخدموا مع بعضنا كيفاش كتطلع، لان دائما القفطان ما غنحكموش عليه هو محطوط، بقدر ما ملي كيكون ملبوس عاد كيبان. هنا البنات كيف ما كتشوفوا الوريدات، انا غنخدمهم بالموزونه ولكن ما غنكثرش. كيف ما كتشوفوا في الاعمال ديالي ما كنكثرش الموزونه بزاف، الا واذا تطلبت مني. ففقط كنبغي ندير واحد لاتوش صغيره اللي كتعطينا واحد الشغم ديالها حتى هي كيكون زوين. غير انا اللي ما كيعجبنيش في الموزونه، دائما كنقولها للبنات اللي كيتعلموا التنبات، اللي ما كيعجبنيش في الموزونه هو ورده، يعني ورده كامله نخدمها بموزونه. ما كيعجبنيش داك الشكل
اما اذا كان هكا غير لمسة خفيفة كتحطيها في الموزونة وسط النبات وسط الطرز، فما كيجيش. فانا كيعجبني هذا، فقط وجهة نظر ديالي وفقط هذا الذوق ديالي. ممكن ان يكون تكون شي وحده مأيداني في الفكرة، وممكن انه يكون يعني اللي معجباتو معجبوش الرأي ديالي. فالأذواق لا تناقش. غنجيو البنات هنا، غناخد فقط اختاريت انني نبت بهالطريقة، وكنصح البنات لان النتيجة جات رائعة. كملي معايا الفيديو باش تشوفي النتيجة اللي نبت بها كيفاش جات. جات رائعة بزاف. كتاخدي المهرس وكتبقاي تعمري في داك الفراغ ديالك. بديت كنعمر، كيفاش غندير؟ غندير 3 الخيوط ديال المهرس في واحد اللون، وكنكاسي الخيط الرابع بلون اخر. يعني طريقة زوينة بسيطة بالنسبة للبنات اللي كينبتو، يعني ما فيهاش شي حاجة، ولكن اللمسة جات رائعة بزاف بزاف بزاف. يعني حسن من انك تبقاي تعمري كله غير لون واحد، وحسن من انك تبقاي تعمريه بالموزونة او لا شي حاجة شارج. هذه جات خفيفة سامبل والنتيجة رائعة. انا هنا كنبت وفي نفس الوقت كنرسل نصائح للبنات ومعلومات للبنات في اختيار الالوان، لان كيف كنعرفوا الالوان والحطه ديال العقيق وكل شيء، هادشي راه واحد البحر يعني ما كيتقاداش. كيخصك دائما تفني فيه وتجدي فيه، وماشي ضروري تسناي حتى تشوفي شي وحده دارت شي حاجه، لا ديريها لراسك، ديري الفكره من راسك. يعني دائما كنبغيو حاجه اللي تكون جديده، والحاجه اللي درتيها انت بطبيعه الحال راه كتكون يعني ممكن انك تشوفي مني هاد الطريقه تاخديها مني، ولكن تجيك في بالك طريقه احسن مني، يعني تضيفي ليها شي حاجه. كيف ما كنقول لكم دائما اخترعوا وبدعوا من راسكم، لان الجديد دائما كيكون هاد العالم، هاد العالم او هاد الميدان اللي حنا فيه دائما فيه الجديد، وكيتطلب منا اننا نقلبوا على الجديد. فكيف ما شفتوا البنات، جميع دوك الانواع ديال الحجر اللي استعملت الا وانني غدا نوزعهم على الرشيمه ديالي كامله. بالنسبه لي ديتاي وبالنسبه للتفاصيل، البنات اللي بغاو يتعلموا او اللي يلاه انضموا ليا للقناه، اولا انا كنرحب بكم وكنقول لكم شكرا لانكم اختاريتوا القناه ديالي. وكنقول لك الا كنتي مبتدئه في هذا المجال، فانا حاطه لكم هذا الشيء بالتفصيل وبالتدقيق. ما عليك الا ترجعي للدروس الاولى على القناه، فغتلقاي هذا الشيء بلي ديتاي باش تعرفي الموزونه كيفاش كتحط، وكيفاش غنديروها واقفه، وكيفاش الخيط ما يبقاش باين. جميع هاد التفاصيل راني سبق وشاركتها مع المبتدئات على قناتي. هذه هي النتيجة اللي حصلت عليها. شفتوا البنات تناسق الألوان وكيفاش نحطوا العقيق وفين نحطوا العقيق كيلعب واحد الدور كبير. كنتمنى من الله أن هذا الشيء اللي قدمت لكم اليوم ينال الإعجاب ديالكم. هادو الكميمات من طبيعة الحال كنشارك معكم جزء بسيط، لأن ما يمكنش نديرو القفطان كله، غيتطلب لنا أو غيتطلب منا وقت كبير كبير، يعني غيخصنا شي ساعتين في الدرس. ما تنساوش البنات الامر اللي قلت لكم، خليو لي كومونتير واش بغيتوا ايمان مستعد تولي تظهر لكم صوت وصوره. انا كنترقب الكومونتير ديالكم. خليتكم على خير، انتظروا الجزء الثاني كيفاش غنديروا هاد السده ديال العقاد، يعني ديال العقيق كلها، وانتظروا ان شاء الله الشكل النهائي على المانكان. ما تنساوش ايمان مستعد كتبغيكم بزاف، خليو لي كومونتير. والى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.